ماشي كانوا يقولوا بلي اشبال الثوره راه مخرجوه من 3 الى 50 عام و55 عام بقاو غير هادو كبرنا معاهم احنا كبرنا معاهم ويحيى انا ملي هاي في عمري 55 عام ملي انا عقل كبرت معاه يا بزاف بزاف يا بنعم بارك الله فيك سرقوا لنا حياتنا وباغي يسرقوا حياه ولادنا الدليل اللي هادو ما عندهم لا ميكانيزمات لا اموال البترول لا والو الحرقه حبست والانتحار بالنار انحبس هما بكل شيء بالبترول بالاخر خاطر بوليتيك والخطاب السياسي كله خرطي كوبي كولي كلش ما يبقى حتى واحد عاودوا ديمارو من جديد من الشاب عاودوا ديمارو من تحت راجيو ناس هذه تاع 45 سنه عندنا امكانيات وعندنا شباب وعندنا مقامات وعندنا جمعيات وعندنا احزاب اللي راح تخرج من الشعب هذايا ونكونوا دوله وحدنا يا خويا روحوا يحطونا هذا الشباب تاع علاش راهو خويا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن